في قول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ما نوع هذه العبادة، وهل هي مخرجة من الملة؟ لا، ما تخرج من الملة، لكن إنها تنقص العبادة، تنقص التوحيد. إلا إذا اتبع هواه في الشرك، هذا يخرج من الدين. أما إذا اتبع هواه في شهوة من شهواته من المحرمات، هذه معصية. نعم.